بيتهمونا كلنا بالإرهاب، كلنا. إيش في؟ إيش الصوت ده؟ يسدون ينزلوا ضحي. بروح أشوف أبوي وبرجع لك. يا بنت اجلسي ليك، البطل قتل قبول. ضروري أروح أشوف وأرجع لك. ها ها ها، اطلعي بصري وشوفي مو بقولي لي. هيا. لكن عن فارع، مش قبل شوي تقول لي الشقن قتل مدري مين؟ نام وارتاح، انت مريض. وعود. ها ها، قزعي لي معك حق العسل. من عيوني. انت يا سواق، بيتهموك بالارهاب. ايوه، لانك جمعت التليفونات للارهابيين وسقت الباص وهربت من الشرطه. وانت وضح، ممكن ايضا يحاكموك بتهمه الارهاب. ايش فيه؟ وانت كمان يا عهود، بتحاكمي بتهمه الارهاب لانك ساعدتيهم وعالجتي الشيبه صاحب العسل وانقذتيهم من ورطه. وش في؟ وش صار؟ يو، قصه طويله. ايش صار؟ حصل انقلاب عسكري على هزاع وكاذيه، وتدخلت قوة خارجيه ورجعت لهم السلطه. وش من سلطات وش من قوات؟ وضاح وابراهيم سووا انقلاب، وتدخل سعيد وفشل الانقلاب. فهمتي؟ هذا تلفون الثرية يتواصل عبر الأقمار الصناعية، آخر ما تبقى لي من ممتلكاتي. كنت أتواصل بو مع الوالدة الله يشفيها لما كانت تتعلق بمصر. تفضل اتصل بالحكومة وقل لهم طلباتك. هذا تلفون الثرية، الآن تتصل للحكومة وتبلغهم بكل مطالبك، وكلمهم أن توماس عندنا بالحفظ والصون في عيوننا. أيوة صح، ايوه صح. انا بصراحه هذا الاثنين انا حبيتهم من داخل قلبي، وخاصه لما لقيتهم من اول نظره. لكن صدق، هذا الاثنين المجرمين القتله هذلا هم اللي خربوا لي عقلي. خربوا لك عقلك؟ ايوه. وبعد انا لما قمت اديت كلام ما كنت داري، انا كنت نوم راقد، ما ظهر لي، ما كنت بين اقول.